طبعا العلاقات الليبية العراقية مرت بمحطات مختلفة، يعني غلب عليها الطابع الاجتماعي، بالذات ما يخص العلاقة بين الناس. يعني ما انقطعتش، يعني العراقيين ظلوا بالذات في فترة الأوضاع السيئة يتنقلوا في ليبيا، يدرسوا في ليبيا، يشتغلوا في ليبيا، وفتحت ليبيا أراضيها لهم حتى لما كانت العلاقات السياسية مقطوعة. يعني بعد 2012 طبعا رجعت العلاقات بشكل رسمي، وعقد أول اجتماع للقمة العربية حضرت ليبيا، كان في بغداد. ومن ذلك الحين بدأت السفارة تمارس، مرت بتباطؤ، خلينا نقول يعني مش بالقدر. الجانب الإيجابي فيها والكبير هو الزيجات المشتركة، يعني نتيجة أنه فيه جالية، خلينا نقولوا هي جالية مشتركة، يعني ليبيين وعراقيين اختاروا أن يشكلوا أسر، سواء أن الزوج عراقي أو العكس الزوج ليبي، لكن في النهاية هي مصاهرات كبرت. يمكن ساهم فيها أن وجود جالية كبيرة في العراق، بالذات من أعضاء هيئة التدريس، وأيضا من الأسر اللي تربوا ودرسوا في ليبيا وإلى آخره. كم عدد الجالية الليبية في بغداد؟ أو في العراق عموماً؟ مش محصورة، لكن أنا أتوقع في 300 أسرة، 300 عائلة. يعني إحنا اللي محصورين عندنا في 70، لكن لأن تعرف أنت الناس يراجعوا لما يحتاجوا. نعم. لما يحتاج مثلاً بيسجل ابنه أو يبي جواز سفر أو حد من أقاربه يبي يجيها، يعني يتواصل مع لكن العدد كبير، سواء كان اللي مقيمين في ليبيا أو اللي موجودين هنا، يعني اللي يغلبهم زي ما قلت لك زيجات، وفي حتى اللي فترة طويلة لهم، يعني فيه حالات زواج لها 40 سنة. نعم. يعني نعم. فطبعا يعني الآن بالنسبة للجانب الليبي، خلينا نقوله من 2000 على الأقل، والفترة هذه التواصل يكاد يكون قوي فيما يتعلق بليبيا، متواجدة في كل الفعاليات الرياضية العربية كانوا موجودين فيها، يعني تواجدوا في القوس والسهم، تواجدوا في رياضة رواد التنس، تواجدوا في مسرح الشارع، في أيضا مسرح الصوامط، في مشاركة كل الفرق الليبية بتشارك في كل المهرجانات. نعم. اللي هي ذات طابع إقليمي أو دولي في بغداد، شاركت فيها المنظمات والجهات الليبية وإلى آخره. أيضا من حيث التواصل، فيه مجموعة وزراء زاروا، يعني مثلا وزير الشباب زار بغداد مرتين، كان عنده تواصل مع نظير العراقي، أيضا وزيرة المرأة يمكن مش عارف شفتيها ولا ما شفتيهاش، يعني أيضا زارت بغداد والتقت حتى بعدد كبير من الوسط النسائي العراقي، أساتذة في الجامعات، عضوة في البرلمان إلى آخره. بالإضافة. نعم. أيضا وزير الزراعة أيضا كان في زيارة للعراق، وزير الخارجيه العراقي السيد، يعني التبادل السياسي والدبلوماسي، يعني الى حد ما نبوش نقول. كم عدد العراقيين في ليبيا؟ عندكم عدد تقريبي على عدد العوائل العراقيه في ليبيا؟ لا، ما عندكم. انا ما عنديش عدد، لكن عدد كبير، يعني كبير. لانه فيه عدد واجد اختار البقاء في ليبيا.